عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي ووزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه. واوضح المتحدث باسم رئاسه الجمهوريه ان الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي الحالي لمشروعات وزاره الاسكان على مستوى الجمهوريه خاصه مشروع التجلي الاعظم فوق ارض السلام بسيناء، ومدن المنصورة الجديدة والعلمين الجديدة وصوار الاسكندرية، فضلا عن تطوير منطقة القاهرة التاريخية، وكذلك سلسلة مشروعات سكن لكل المصريين. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه صرح بان الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات القوميه لوزاره الاسكان خاصه مشروع التجلي الاعظم فوق ارض السلام بسيناء ومدن المنصوره الجديده والعالمين الجديده وصواري فضلا عن تطوير منطقه القاهره التاريخيه كذلك سلسله مشروعات سكن كل المصريين وقد عرض الدكتور عاصم الجزار في هذا الإطار سير العمل في عدد من المدن الجديدة على مستوى الجمهورية مشيرا إلى انتهاء العمل بمدينة المنصورة الجديدة بطول 15 كيلومتر على ساحل البحر المتوسط مباشرة وذلك بكافة مكوناتها من أحياء سكنية بمختلف أنواعها من عمارات وفيلات ودور عبادة ومركز الرعاية الطبية ومبان تجارية وخدمية ومحطات معالجة وتحلية المياه ومحولات الكهرباء وقد وجه السيد الرئيس بالتدقيق في مستوى كافه الخدمات التي ستقدم لقاطني مدينه المنصوره الجديده والقيام بالتنسيق الحضري على نحو مستدام يتماشى مع طبيعه الجو بالمنطقه واوضح المتحدث الرسمي ان الاجتماع شهد ايضا عرض مستجدات العمل في مشروع التجلي الاعظم فوق ارض السلام بسيناء بكافه مكوناته الفندقيه والسياحيه والخدميه والطرق والمحاور المؤديه الى الموقع، حيث وجه السيد الرئيس بالاستمرار في بذل كافه الجهود لتقديم تلك البقعه المقدسه من ارض مصر للانسانيه ولجميع الزائرين من انحاء العالم على النحو الامثل، تقديرا لقيمتها الروحيه الفريده التي تنبع من كونها حاضنه للاديان السلام. الثلاثه مع مراعاه ان تكون المباني والانشاءات والمرافق متناغمه مع الطبيعه البيئيه للمكان كذا زياده الاعتماد على الطاقه الجديده والمتجدده حفاظا على البيئه كما تابع السيد الرئيس كذلك تطوير منطقة القاهرة التاريخية والذي يهدف لاستعادة الوجه الحضاري للقاهرة بما فيها عملية التطوير الجارية في صور مجرى العيون موجها سيادته بألا يقتصر التطوير على المعالم التاريخية والأثرية العريقة فقط وإنما يمتد أيضا لكافة الأراضي والمواقع المتاخمة لها. وتم في ذات السياق عرض الموقف التنفيذي لتطوير منطقة مثلث ماسبيرو حيث وجه السيد الرئيس بأن يتم تطوير المثلث بالتناغم والتكامل مع مختلف أوجه التطوير الجاري بهذه المنطقة المركزية في العاصمة واضاف المتحدث الرسمي ان الدكتور عاصم الجزار عرض ايضا جهود الوزاره للاطلاع بمشروع للتدريب الحرفي والفني للشباب في القرى وذلك بالتعاون مع وزاره الهجره والمصريين بالخارج وفي اطار مبادرتي حياه كريمه وقوارب النجاه حيث وجه السيد الرئيس بتكثيف تلك النوعيه من البرامج ورفع مستواها وزياده عدد المتدربين من الشباب فيها لاكتشاف المواهب والقدرات المتميزه في المجال الحرفي والفني مع صقلها على مستوى فني راقي، بالنظر لمساهمتها في دفع عجله التنميه الشامله في مصر والتي تحتاج لكافه سواعد ابنائها الموهوبين والمبدعين في كافه المجالات. كما تم عرض الموقف التنفيذي بمدينه العالمين الجديده فضلا عن تطور الاعمال الانشائيه بمشروع صواري الاسكندريه الى جانب استعراض موقف المشروعات داخل العاصمه الاداريه الجديده خاصه منطقه الابراج في حي المال والاعمال.